بينطلق صوت اليوم من دمشق، حيث هبت رياحها بقوة لتفتح صفحات عاصفة بالثقافة، الفن والإبداع، لتصنع جوكر للدراما السورية يلي صقل بحرفية عالية موهبة كبار نجوم الدراما، وأكيد عم نحكي عن النجم فايز قزق. نجم فايز قزق، أهلا وسهلا فيك بلبنان وبكتاب الشهرة. يعني قد ايه أنا اليوم سعيد عم نوقف على أبرز محطات حياتك بهالحلقة الخاصة. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لحضرتك ولجميع من هو متواجد في المكان. مساء الخير لكل من يرانا ويسمعنا من سيدات وسادة. أستاذ فايز، قبل ما ننطلق هيك ونوقف على أبرز محطات حياتك وننطلق برحلة العمر الخاصة فيك، يقال إنه النجاح هو نتيجة الثمن يلي دفعناه بالماضي. شو الثمن يلي دفعه فايز قزق؟ يحتاج الأمر إلى بذل أيام وشهور وسنين للحصول على المراد، سواء في المهنة التي نعمل فيها نحن كممثلين في المسرح، في السينما، في التلفزيون، أو المهن الأخرى. طبعاً في شيء يدفع، وهو أحياناً الحياة اللي فيها شيء من الكركبة، خلينا نقول، أحياناً فيها شيء من الفرح، قليل من الزعل، كثير من الأمل إلى آخره. يعني ما بتكون الحياة متوازنة 100%. على أي عمر بتقول أستاذ فايز أنت بهالمرحلة أنا حققت النجاح يلي بستحقه؟ خليني أقول بين 35 لل 55 هي الفترة التي يمكن أن يكون فيها الجسد بكامل حيويته، وبنفس الوقت في شيء من الخبرة وذروة الخلاصات التي يمكن أن تكون مقدمة لنهاية العمر. وعلى أمل المزيد من النجاحات أستاذ فايز، خلينا ننطلق بأول محطة بكتاب الشهرة الخاص فيك اللي هو أكيد تاريخ الميلاد. أنت خلقان ب 3 كانون الثاني عام 1959. من المعروف أستاذ فايز أنك خلقان باللادئية، صح؟ لا، أنا مواليد دمشق. أنت مواليد دمشق، فإذا منظبط هالمعلومة بكتاب الشهرة ما بدك. مواليد دمشق مدينة صغيرة كانت في ذلك الحين 59 اسمها قطنة، وقطنة في الماضي كانت مملكة عظيمة، ثم انتقلوا الأهل إلى ما كان اسمه برزة. هناك تفتحت على الحياة وبدأت كشاب كما كل الشباب في المدرسة الثانوية الإعدادية إلى آخره، ومن ثم إلى جامعة دمشق، بعد ذلك إلى المعهد العالي للفنون المسرحية كأول دفعة تأسست. كان هذا الأمر في عام 76 77. من هنا أستاذ فايز، انت والدك كان عسكري بالجيش السوري، صح؟ بالجيش السوري، نعم. يعني اذا بدنا نحكي شوي عن الاجواء بالبيت بمرحله الطفوله، كان الانضباط مسيطر بهالمرحله، شو اخذت وشو ترك هالشيء بشخصيه فايز قزق؟ لا، نحن العائله كانت لطيفه جدا حقيقه. الوالد كان فعلا جندي في الجيش العربي السوري، الوالدة لم تحصل على أي تعليم، كانت أمية، لكن كانت العائلة كبيرة، كنا حوالي 11 شخص بهذا البيت بأربع غرف، بعضها صغير وفي الأعلى عليات، وبعضها كبير في الأسفل. كان كل المكان يعوج بالحركة والحيوية طيلة حوالي 20 سنة الأولى. بتذكر من الإعدادية أو نهاية الإعدادية بدأنا بالعمل في قضايا البناء، أنا وثلاثة من أخوتي، حدادين بناء، نجاري بناء، ومن ثم انتقلنا إلى أكثر من مهنة. يعني بتذكر في معمل للمشروبات الغازية. يعني كل هذا الأمر كان لطيف في الحارة التي عشت فيها. أيضا كان لدينا جيران من ألطف وأعز الناس إلى القلب. عم نشوف صورك بمرحلة الشباب. أستاذ فايز، يقال أنه كل ما كان يجي أخ أو أخت على العائلة تمرقوا بظروف مادية صعبة، هالأمر هو جبرك أنك تشتغل؟ هلا الظروف المادية الصعبة ما عرفناها بالمعنى الخطير للكلمة، لكن كانت الأحوال أكثر من المتوسط بشوي أحيانا، وأدنى من المتوسط بقليل أحيانا أخرى، لكن كان التدبير بالنسبة للوالدة والوالد كان كتير لطيف، وكان في تفاهم كبير، إضافة للطافة العائلة ككل. يعني ليس فينا من هو شرس، كل هذا الشيء شكل بالنسبة لي أنا شخصيا مكان وملاذها آمن، إلى أن تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وحملت حالي وطرت بعيد.